بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم عن تجربة الفيروسينو، هي آخر تجربة في إنورجانيك. لا طيب، الآن ميتالوسين هي تصنيف من تصنيفات مركبات الكيمياء، وتطلق على مجموعة من المواد contain metal that is sandwiched between to cyclobenzadienyl. يعني cyclobenzadienyl من هون، ميتال في النص، cyclobenzadienyl من هون. يعني هاي cyclobenzadienyl هاي، وهاي عامله زي الساندويشه على هذا الفلز، وبالتالي سموها ساندويتشد cyclobenzadienyl، او سموها ميتالوسين. فحسب الميتال الموجود في الوسط هنسميها. فاذا كان الحديد فسميناها فيروسين، إذا كان المغنيسيوم ماغناتوسين، وهكذا كوبالتوسين إلى آخره. طيب إحنا راح نركز على الفيروسين. Metal is one to buy cloud of cyclobenzadiene. Cyclobenzadiene راح نشوفها بعد شوي، هي عبارة عن مجموعة من روابط باي، رابطين باي وشحنة سالبة، وفي عنده كثافة إلكترونية، فالارتباط يكون مع هذه كثافة باي، وهو نوع من أنواع الأورجانوميتاليك، وهو رابط ما بين كربون فلز. Cyclobenzadiene group can be considered to be bi-bonded to an element، هو نوع من أنواع الرابط باي ما بين الفلز وما بين الكربون. Inside the cylinder defined by 5 carbon، مع أي من الكربونات الخمسة، هاي كربونة، هاي 2 3 4 5، من داخل هذه السايكل الخماسية اللي فيها 5 كربون. The center mass of five carbon atom is known as centroid. زي هاي الحالة مثلا تسمى centroid، وهي تمثل هاي هي نفسها، هي لما ترتبط الكربون هاي مع الفلز، والكربون هاي الخمس كربونات ترتبطوا مع الفلز يختصروها وكأنها مركز مع الفلز. إذا شفت هاي الدائرة في النص، هذه مكافئة لهاي، وهاي عبارة راح تكون 8 5، وهذا راح تكون 8 5. لو ارتبط فلز بكربونة واحدة يسموها 8 1، لو ارتبطت كربونتين ايتا 2 وهاي ايتا 3 وهاي ايتا 4 وهذا ايتا 5، وتمثل بهذا الشكل. وعندنا نوع اخر، في نوع مش باي بوندينج، مش باي بوند، هو نوع سيجما بوند ما بين سايكلوبنتاداين والفلز. هذه الرابطه اذا كانت بزاويه ليست 90 درجه على الحلقه، يعني هذه الدائره حلقه ارتبطت ب 90 درجه هون، اذا كانت الزاويه بزاويه خارج الحلقه وليس في الداخل زي هاي مثلا، راح نسميها إبسوكاربون، وبتكون هذا النوع من نوع سيجما. الفيروسين اسمه الأيوباك بس إتا 5 cyclobenzadienyl iron. فيروسين is an example of organometallic، حكينا قبل شوي chemistry، known as sandwich compound أو ميتالوسين. Orange color، لونها برتقالي، insoluble in water، لا يذوب في الماء. الميلتينج بوينت للميتالوسين كلهن 172 الى 173، راح نحكي عنها بعد شوي. انواع الروابط اللي موجوده فيها هي 2 سيجما و4 باي و2 دلتا، سوري 4 دلتا. عندي 10 روابط، 5 روابط من فوق، 5 روابط من تحت، عندي 10 روابط تقسم الى 2، منها راح يكون سيجما وأربعة باي وأربعة دلتا، ونحكي عنها بعد شوي. الآن نوعين من الـ configuration of ferrocene، إذا كان eclipse with each other، هذول الـ two cyclobenzadiene، يعني هاي مطابقة على هاي لبرا، هاي مطابقة على هاي، هذا يسموه eclipse structure، يكون الـ point group له D5H. بينما إذا كان staggered structure، لاحظوا هذا البروز فيش هون مقابله بروز، في رابطة مقابله، هذا staggered configuration، وراح يكون البوينت جروب تبعه D5D. ويا ريت ترجع للبوينت جروب وتشوفوا ليش D5H D5D. يعني D5H يعني في عندي C5 وعندي C2 عمودي على C5 وعندي سيجما H، وهنا ما فيش سيجما H، في سيجما D، نفس الشروط بس في عندي سيجما D. طيب السايكلوبنتاداين، ها ركزوا، في سايكلوبنتاداين وفي سايكلوبنتاداينايل. سايكلوبنتاداين هذا شكله، ترى يا جماعه هذه CH2، هذه هاي الكربون عباره عن CH2، زيها زي CH2 اللي كانت بالاك اك اسيتايل اسيتون. فهاي الهيدروجين اسيديك بدها اكتيفيشن بواسطه بيس، وهون البيس استخدمناه ايش؟ OH ماينس،
يقوم يأخذ هذا الهيدروجين بيصير عندي هون ماينس، هذا الماينس يصير له ريزونانس، يعني تيجي هون الكورات الثنائية هون بتطلع هاي الإلكترونات لبرا، بصير الماينس وين؟ بصير الماينس هون، ترد تدخل هون رابطة ثنائية بيطلع هذا الزوج ماينس وين؟ هون، وهكذا بعدين برد يرجع وين؟ يرجع في مكانه بهذا الشكل. طيب الآن السايكلوبنتاداين، إذا اختصار هذا الميكانيزم هو سايكلوبنتاداين مع كي أو اتش، والهدف من كي أو اتش هو إنه يشيل واحدة من الهيدروجينات هذول عشان يصير اكتيفيشن لهذا الرينج ويطلع على شكل H2O، بيظل هذا ماينس وكي بلس، هذا ماينس ماينس هون بنحطها وهذا كي بلس كي بلس، طبعا ما تظهر بلس وماينس، لكن إذا بديش أكتب كي بلس مضطر أنا أحط الماينس، تمام؟ لأن هذا الآن مجرد ما صار عندك بوتاسيوم سايكلوبنتاداين يتفاعل مع الأفيسيال 2 ويعطينا هذا الفيروسين اللي هو سايكلوبنتاداين من فوق، سايكلوبنتاداينال من تحت، والحديد في النص، ويطلق على هذا المركب فيروسين، هذا اللي راح تحضروه بكرة إن شاء الله تعالى. خواص الفيروسين، هاي لونه اي باك نيم اخذناه قبل شوي، له خواص معينه، ميلتنج بوينت حكيناه 172، بويلنج بوينت 249، مولر ماس 186، والدنسيتي 1.49، كومباوند ستيبل تو مور ذان، يعني ما يصير ستيبل لا يعني ميلتنج بوينت يا جماعه، يعني ميلتنج بوينت يعني يذوب ويبقى كما هو، لكن لما يقول لك stable to more than 500 degrees centigrade هو لا يتكسر لحد درجة 500، إذا استمرين في التسخين 500 درجة مئوية وأكثر بيصير له decomposition. It doesn't react readily with acid or base، يعني هو لا يتفاعل مع الأسيد والبيس. It is sensitive to oxidizing agent، حساس لعوامل المؤكسد، عشان هيك يتأكسد بسهولة في الهواء، بده نيتروجين أتموسفير أو إنه نشتغل فيه خلال ساعة الزمن يعني، ولا يتكسر ويصير له أكسدة. All the carbon atoms in the two cyclobenzadiene ring are bonded equally to the center، يعني ترتبط بشكل، يعني هون يعني الكربونة هاي قصده، والكربونة هاي والكربونة هاي والكربونة اللي ورا هذيك والكربونة الأخيرة كلهن يرتبطن بنفس المقدار، مع مين؟ مع الكربون. إذا all carbon atoms into cyclobenzadiene اللي فوق اللي تحت are bonded، مرتبطة بشكل متساوي مع central ferrous ion by electrons of the two ring، تمام؟ ferrocene does not undergo addition reaction، لا يقبل addition reaction types or typical of cyclobenzadiene، يعني هو يأخذ ثنتين cyclobenzadiene واستحالة يأخذ واحدة ثالثة، لكن ممكن يصير له electrophilic substitution. يعني ايش يعني الكتروفيليك سبستيتيوشن؟ يعني هذا الفيروسين في هنا هيدروجين، ترى هذه الهيدروجينة اذا طلعناها ممكن نضيف محلها NO2 NH2 الدهايد اي كربونيل، تمام؟ وهذا هو بحث الدكتور خالد خلايفة، انه يعني اشتغل على سبستيتيوشن اوف سايكلوبنتاداين على الفيروسين. طبعا التكنيك اللي راح نشوفها في هذا في هاي التجربه، اولا فراكشنال ديستليشن، فراكشن التقطير التجزيئي اباراتوس، هذا هو فراكشن ديستليشن. راح تشوف هذا الكندنسر، هذا الكندنسر، لاحظوا ما في مي، يعني ما في انبوت او اوتبوت ووتر، لا هذا فراكشن من جوا بيكون بهذا الشكل هيك زي الابار، تمام؟ هذا روحوا شوفوه في الفيوم هد بكره، راح يكون الشباب مخلصين منه وحاطينه على هوت بليت، وهذا هوت بليت هو يفضل يكون هيت مانتل، وفي فرق ترى يا جماعه بين هوت بليت وهيت مانتل. هيت مانتل بيكون هو في حفره بنحط فيها الراوند بوتوم فلاسك هاي، هذا الهوت بليت لا زي الطاوله هي بليت عادي ومسخن. طيب اذا هذا هو الهوت بليت، هذا هو الفراكشنال كوندنسر، بعدين نحط هنا ترابينج، ونحط الثيرموميتر، ونحط كوندنسر. والكوندنسر كثير للأسف لما يكون مايل هيك بنقول للطلاب تعال ركب الكوندنسر انت، ما يعرفش لانه للأسف يجي جاهز. الان شو هو الكوندنسر؟ معلش انا اطلع خارج الموضوع شوي. الكوندنسر عبارة عن انبوبتين داخل بعض زي قلم الحبر،
هذا اللي في الداخل زي الحشوة اللي فيها الحبر، ها بدي يمر فيها البخار، تمام؟ لأن هون مسكر هيك، مسكر هون هيك هيك، أوكي؟ لأن هاي الحشوة الداخلية بدي يمر. طيب اللي فوق هاي، هاي اللي حواليها المحيطة في الحشوة الداخلية، هاي فيها مي. طيب في هون فتحة في الكوندنسر، في هون مقابلها فتحة أخرى. يجي الشباب شو يساوي؟ بحطوا المي هون، المي ما راح تقعد هون، راح تظل ماشية هيك هيك وتطلع من هون. هذا خطأ بصير أثناء اختبارات العمل. الأصل أنه أنا أعرف أنه هذا الكوندنسر إذا كان مايل بهذا الشكل، وين مدخل المي؟ هون، استحالة يكون صحيح، لأنه من هون راح تنازل وتروح مع البربش. لكن دخول المي يكون من هاي الناحية عشان المي تقعد هون، وبس توصل لشبه امتلاء هون اللي يزيد بينزل من خلال مين؟ من خلال هذا البربش او التاير يعني. اذا هذا الجهاز، هذا الجهاز اسمه فراكشنال ديستليشن. طبعا هذا كوندنسر عادي، ندخل مي من هون، هون الاوتبوت، هون الانبوت، هون الاوتبوت، هون ترابينج، بجمع هون السايكلوبنتادين في هذا الفلاسك واحافظ عليه. اذا راح نستخدم هذا الجهاز، مش راح نستخدمه احنا، راح يستخدمه المشرفين او الفن اسر الفنيين ويجهزوا لكم اياه، لانه بده وقت زي ما راح نشوف بعد شوي. اذا التكنيكس اللي راح نستخدمها في هذه التجربه هو فراكشنال ديستليشن باراجوز. ليه؟ عشان نعمل ديكومبوزيشن للدايسايكلوبنتادين. ايضا راح نشوف هذا الهوت بليت اسمه رياكشن باراجوز اللي هو الهوت بليت، وايضا راح نشوف كيف يصير شيء اسمه سبليميشن اللي هو التسامي. طبعا عند حرارة الغرفة، عند حرارة الغرفة السايكلوبنتاداين هذا راح يتحول إلى دايمر، هذا اسمه داي سايكلوبنتاداين. يعني السايكلوبنتاداين هذا مع سايكلوبنتاداين آخر راح يعطيني هذا الشكل. يا ريت لو توقفوا الفيديو وتعدوا كم كربون كم هيدروجين هون وهون راح تلاقون نفسه. الآن كيف أكسر هذا؟ طبعا الدايمر لا يتفاعل، لا يكون في الروسي، لابد يكون فري سايكلوبنتاداين عشان انا اعمل اكتيفيشن لهذه الهيدروجينه وابدا التفاعل، تمام؟ اذا طبعا طلعوا المركبين مختلفين تماما. اول شيء الداي سايكلوبنتاداين الدنسيتي بتاعته 98% والفورمولا ويت 132 والبويلنج بوينت 170، بينما هون السايكلوبنتاداين الواحد الدنسيتي 80% والنص الفورمولا ويت او الموليكولار ويت والبويلنج بوينت كمان قليله جدا. طيب الان عشان احول الدايسايكلوبنتاداين الى سايكلوبنتاداين بدي حراره من 170 الى 190. طيب 170 ل 190 معناته هذا راح يكون هي ليش 170؟ لانه البويلنج بوينت تاعته 170. طيب 170 معناته هذا بيكون بيغلي لانه الغليان تاعه كم؟ 41. هذا راح يكون بخار، عشان هيك نعمل له تكثيف هون، عشان هيك بنركب الكوندنسر بنكثفه حتى يعني نحصل عليه سائل ونحاول نستخدمه وهو ساخن، وهو يعني لانه عند حراره 25 راح يرجع مره ثانيه يعمل اللي هو دايمر. Step of synthesis ferrocene، هاي خطوات مهمة جدا 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 في صناعة الفيروسين. Before experiments by one day، يعني من امبارح الشباب بدوا يحضروا لنا 40 ملي لتر diethyl ether in molecular sieves. Molecular sieves حكينا تمتص المي، to dry it عشان نجففها، لا يعني نجففها نحولها لغاز، لا نخلصها من المي. درايت يعني ما يضلش فيها اي جزيئه من الماء. Before experiments by 2 hours، هنا يوم واحد هنا قبل ساعتين، to obtain fresh cyclobentadiene make fractional distillation of dicyclobentadiene. يعني بدك تعمل fractional distillation للدايسايكل زي ما شفنا قبل شوي قبل التجربه بساعتين، يعني الثمانية شباب راح يكونوا موجودين هناك، وعموما المختبر بكره 9. هذا هو التفاعل حكينا عنه قبل شوي. Before experiment by 1 hour، وهم شغالين في fractional distillation لهذه الماده بدهم to ensure dryness of ethanol، راح نشتغل في ايثانول جاف من المي، فنعمل له ايضا simple distillation with sodium. simple distillation ترى يا جماعه زي هاي
هذا الجزء مش موجود. بنجيب المادة هون فلاسك بنسخن ونحصل على، طبعا هذا الفلاسك يكون فيه إيثانول وقطع من الصوديوم، بيطلع الإيثانول نحصل عليه هون جاف. يعني إيش جاف؟ يعني خالي من إيش؟ خالي من الماء. طيب الآن خطوات العملية رح يعني أذكرها بالتفصيل هنا، وكلها موجودة معكم في المانيوال والنس راح تحكيها أيضا. بيقول لك وزن 12.5 جرام من كيو اتش، بوت ان 250 اير ماي فلاسك. للأسف بعدنا ما نعرفش شو هو الاير ماي فلاسك، هذا الشكل تبعه في قسم منه طبعا. لا في ناس ما شاء الله ممتازين. الآن وللأسف كمان مرة أحكيها، بعضنا لما يشوف رقم 250 من يروح يجيب 250 من المي ما شاء الله عليه ويروح يحطهم بهذا الفلاسك ويجي عليه يقول شو أسوي. يا عم أنا ما قلتك حط 250 من المي، أنا قلتك جيب فلاسك مكتوب عليه 250 من، بعد هيك حط فيه 30 مل من دراية الإيثر close with flask stopper. يعني بنحط فيه 30 مل من دائية الإيثر، ودائية الإيثر خطير متطاير ممنوع يقرب من النار وكثرة استنشاقه مسبب للسرطان، فهاي دير بالكو منها. إذا دائية الإيثر بنحط 30 مل ومباشرة وإحنا جايبين الفلاسك فاضية بننقي معها الغطاء تبعها في هنا ستوبر مطاطي، مباشرة حط الإيثر وسكر عليها. بعدين stir with 20 minutes. يعني هون الـ KOH بالإيثر ما رح يذوب بسهولة، فيقول لك حرك لمدة 20 دقيقة، يفضل بالماغنتيك تحركوها. بعدين سيرينج، يعني بواسطة سيرينج أو مايكرو بايبت أو بايبت نسحب 3 مل فريش سايكلوبنتاداينايل into flask cyclobenzadiene ها into flask الى هذا الفلاسك راح produce k cyclobenzadiene. الدنسيتي تبعته كذا وهيك مول. نعم بعدين يقول لك stir for further 10 minutes with flask stopper، يعني غطيه بالفلاسك stopper وحرك كمان 10 دقائق. throw stirring خلال ما انت تحرك وزن 3 جرام من هذا الملح اللي هو 0.01 مول. so F is limiting reactant، يعني هون قال لك وزننا 3 مل عن طريق الدنسيتي اللي هي 0.8 طلعت 2.5 جرام تقريبا، نقسم على المولر ماس تاع السايكلوبنتاداين اللي هو 65، بيطلع معنا مولات السايكلوبنتاداين. هون نفس النظام، وزننا 3 جرام من الحديد قسمنا 235 مولار ماس هذا المركب كامل بما فيه المي، بيطلع معنا 0.01، هذا 0.03، هذا 0.01، اذا هو الليميتنج رياكتنت. الثيريتيكال ييلد 180 تضرب 180 في هذا المولز بيجي معنا 2.83. حسبتك اياها جاهزه يعني. كراش ذا ان بيستل اند مورتر، يعني كسر بواسطة البستل والمورتر. transfer to beaker add 15 مل ديمسو. ديمسو دوروا لي على صيغتها dimethyl sulfoxide. يعني عيب انك تخرج بكالوريوس ما اعرف شيء عن ديمسو. تمام كسر هذا الحديد لانه هذا يكون فيه كتل، كسره بواسطة المورتر. بعدين place in dropping funnel quick fit with air linear flask add drop wise over 30 minutes. dropping funnel هيك يسموها separatory funnel كمان. اوكي وهاي راح يكون فيهم حنفية، ثبتها من هون بكلامب فوق التفاعل، افتح الستوبر، هاي التفاعل هون هيك افتح استبر، ضيف هون يقول لك add drop wise ضيف نقطة نقطة لمدة 30 دقيقة reduce pressure every 5 minutes. يعني هذه هاي راح تكون quick fit مع هاي الفلاسك، يعني هيك يعني محكمة الإغلاق، يعني ما في فراغ. يقول لك كل 5 دقائق
ارفعها ورد رجع عشان في ضغط جوا. الضغط جوا ناتج عن انتاج غاز، دوروا لي على هذا الغاز ايش هو راح يكون. اذا مره ثانيه، الفلاسك هذا فيه كي او اتش مع دايت الايثر، السيبريتر فانل فيها الحديد اللي طحناه وبعد هيك ذوبناه ب 15 مل دمسو، ونبدا نضيف لمده 30 دقيقه. اير لما يفلاس، لاحظوا هاي الكلمه ينسوها طلاب كثير، انتو انذر يعني روح جيب اير لما يفلاس جديد. وديكاند، ديكاند يعني زل، اعمل زل هيك يعني شوي شوي، خذ السوليوشن وخلي الشيء السوليد في الفلاسك. ديكاند ذا دارك سوليوشن، يعني يطلع معنا لون غامق هون. ها يقول لك زله في وعاء اخر اللي هو اير لينمير فلاسك اخر، and save yellow ether layer, rinse with ethanol and decant again. حافظ على الطبقة الصفراء، زله ورد غسله مرة ثانية بالإيثانول. In separating funnel, extract the ether layer. روح حط هذا solution اللي حصل اللي هو الدارك ولا الصفر ومش عارف شو، روح حطه بالسيبراتوري فانل مرة ثانية تكون نظيفة، واحدة ثانية نظيفة. With more ethanol twice, with 2 molar HCl and twice with water. Keep the lower layer. حافظ على الطبقة اللي تحت from separatory funnel. يعني خذ separatory funnel هاي بعد ما تحط عليه هذه المكونات كلها HCl وإيثانول ومي ومش عارف شو. separatory funnel هاي هيك راح يكون فيها طبقتين. يقول لك keep يعني خذ الطبقة اللي تحت ها واشتغل عليها. Dry with magnesium sulfate until snowstorm effect. جففها بس magnesium sulfate. Filter to isolate. يعني فلترها. Take the filtrate to rotary evaporator. وهذا الrotary evaporator إن شاء الله راح يكون المختبر فاتح من فرجكوية. هذا جهاز بيسرع جدا في عملية التخلص من السولفنت والحصول على السوليد او البريسيبيتيت، وراح يكون لونه اورنج بريسيبيتيت. اوكي الثيريتيكال ييلد حكينا عباره عن 2 جرام تقريبا، 2.37 يعني اذا طلع معك 1.9 بكره ممتاز يكون وضعك. الان السيفتي نوت فور فيروسين، هاي تقراوها ضروري جدا 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 قبل ما تدخلوا تقراوها. يعني داي سايكل بنت داينال نوكسيوس ليكويد، هاندل وذ يوجوال كوشن، دونت انجست اف ات از سبيل، اذا وقع على ايدك بشطفون. يعني هذا يعني عباره عن ماده يعني تاثر على الاعصاب مباشره. الكي او اتش مثلا ماده حارقه للجسم للجلد، واذا انسكبت على اسم على ايدك شو بدك تعمل؟ غسل الماء وصابون. اقرا هذه العبارات كويس تمام. ايرون كلورايد استخدمناها، ديمس استخدمناها، اتش سي ال استخدمناه، اسيتون استخدمناه تمام. اقرا هاي التعليمات، وكمان هاي تجي عليها اسئله كثير 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 تمام. اقراوها بحيث يعني يكون وضعك جيد تمام. آخر شريحة بدي أروح الحسابات. أنا حكينا 3 غرام في سي ال، هذه ذكرناها بالشرح، طلع معنا المولز هون والمولز هون، اقسمها على 2. المهم بيضل عندك 0.17، هاي 0.15، إذا هذه هي الليميتنج رياكتنت. الآن نرجع على المولات الأصلية ونضرب في 186 اللي هي ليه؟ لأنه هاي مولاتها نفس مولات هاي، وبالتالي هاي 0.05 مول of FeCb/2 نضربها في المولر ماس تبعها بيطلع معنا الثيريتيكال ييلد. بعد هيك تجيب الاكتشوال على الثيوري ضرب 100% يجي معنا البيرسنت ييلد، وبهيك نكون انهينا هذا الفصل ان شاء الله تعالى. اوكي ستوب ريكوردينج.